اهلا بحضراتكم مره تانية. عايزين نطمن بشكل اكبر على فريق الاهلي قبل مباراه اليوم وقبل ساعات قليله من انطلاق لقاء بيراميدز في ربع نهائي كاس مصر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من داخل فندق اقامه الفريق قبل مباراه النهارده. يا فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك يا امير وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا امير من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق بيراميدز في مباراه الدور ربع النهائي لكاس مصر طبعا نسخه العام الماضي. المباراه اللي نتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليف فريق النادي الاهلي النهارده في هذه المباراه، ان شاء الله يحقق فوز على فريق بيراميدز والصعود للدور نصف النهائي ان شاء الله لمواجهه فريق بتروجيت قبل ان شاء الله يعني مواجهه ان شاء الله الزمالك في المباراه النهائيه. باذن الله الاهلي يكون موفق النهارده يا فاروق. قول لنا اخر الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق باستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه اليوم يا فاروق. طبعا يا امير زي ما انت عارف واستفردت في الحديث عن هذا الامر مواجهه جايه في وقت صعب جدا وفي ظل غيابات في ظل الظروف بيعاني منها النادي الاهلي غياب لاكثر من 11 لاعب. وده يخلينا نقف عند نقطه مهمه جدا يا امير، طبعا تاكيد طبعا اتكلمت في هذا الامر ولكن النادي الاهلي بيدفع ضريبه مش هقول يعني ضريبه تلاحم المباريات ولكن عدم وضوح الرؤيه بالنسبه لمعيد المباريات. يعني اعتقد يا امير المباراه دي لو كانت اقيمت في موعدها وما كانش الامور فيها يعني عدم وضوح للرؤيه من قبل المسؤولين على هذه المباراه ومسؤولي الاتحاد كان الامر كان في وقت افضل من كده، كان لعيبه النادي الاهلي بحالتهم البدنيه بحالتهم الفنيه ما كانش فيه هذا الكم والعدد من الاصابات. لكن انا اطرح هذا الامر على جانب امير ولكنها هي ضريبه من الضرائب اللي طبعا النادي الاهلي بيدفعها لعدم وضوح وعدم يعني اتضاح الرؤيه سواء كان استمرار البطوله او الغاء البطوله او اعاده البطوله. لكن خلينا نتكلم بالثقه بالتفاؤل ان شاء الله اللي احنا لامسينه من اللاعبين لامسينه من الجهاز الفني. وخليني اقول لك ان الكابتن سامي قمصان في كلامه مع اللاعبين طبعا اشاد بالانتصار الاخير على فريق غزل المحله وقال للاعبين عايزين نحافظ على الروح اللي احنا شفناها لاخر دقيقه، عايز استغل الروح المعنويه. اتكلم مع اللاعبين ودور يعني انت عارف يا امير في ظل غيابات كتير جدا بيعاني منها النادي الاهلي لكن عايز اشيد بدور الكابتن وليد سليمان الكابتن محمد الشناوي الكابتن رامي ربيعه وايمن اشرف اللي بيتواصل مع اللاعبين وبرده يعني عايز اقول لك دور كبير جدا لاوضه اللبس في النادي الاهلي على اهميه هذه المباراه، عارفين قيمه هذه المباراه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، عارفين قيمه هذه المباراه وقيمه مباراه ببطوله يا امير انت عارف ليست مباراه دوري مباراه ببطوله ان شاء الله تكمل فيها المشوار ان شاء الله نحو بطوله كاس مصر. الدور المهم جدا اللي بيلعبه الكابتن سعد عبد الحفيظ والفصل اللعيبه التام والامور اللي بنشوفها يا امير فصل اللعيبه تماما عن كل الامور اللي بتدار خارج نطاق المعسكر الفريق خاصه الامور اللي بتتردد باستخدام مدير فني الاجنبي القادم. أيوة. كل الامور دي كلها لا تشغل بال اللاعبين لا تشغل بال الجهاز الفني، الجميع مركز في هذه المباراه يا امير. نقطه مهمه جدا اللي احنا لامسينه الكابتن سامي بنتكلم مع الكابتن سامي قال عندي مباراه مهمه جدا عندي مواجهه صعبه جدا عارف المباراه ديت مباراه بطوله. كلامه مع اللاعبين التحفيز اشادته باللاعبين وكلامه مع اللاعبين على ادائهم في مباراه غزل المحل قال مهم جدا انك تحقق الفوز وخاصه سيناريو المباراه وتوقيت الفوز عامل مهم جدا ادى دفعه معنويه جدا للاعبين. ايضا اشاد امير بدور اللاعبين اللي بنشوفهم الشباب في النادي الاهلي، انت عارف يا امير دايما قطاع الناشئين في النادي الاهلي ومهمته بتشوف تالق زياد طارق بتالق شفنا قبل كده مصطفى شوبير احمد نبيل كوكا خلاص اللعيبه اندمجت اللعيبه اصبحت دلوقتي عندها المسؤوليه اللي بتقع على عاتق كباتن النادي الاهلي. طبعا يا امير بالامس كان فريق النادي الاهلي ادى مرانه الاخير على استاد مختار التتش، كابتن سامي قمصان كان عقد محاضرة فيديو مع اللاعبين اتكلم على بعض النقاط الفنية الخاصة بفريق بيراميدز يعني النقاط الفنية الخاصة بمستر تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز واسلوب لعبه وطريقة لعبه اللي دايما بيجيد اللعب او اسلوب لعبه اللي بقى متبع في كل المباريات خاصة امام النادي الاهلي. اتكلم على اهم النقاط القوة في فريق بيراميدز، طالب اللاعبين بالتركيز في يعني اجناب الملعب ازاي في اجناب الملعب ازاي ما تديش مساحات سواء لعبد الله السعيد او لرمضان صبحي وايضا اسلام عيسى. اتكلم برضو مع اللاعبين وشفنا حاله من الجديه والنديه اللي شفناها من اللاعبين في تدريب الفريق بالامس يا امير. لكن النقطه يعني الحزينه كانت بالنسبه لجماهير النادي الاهلي كانت هي اصابه بيرسي تاو، يعني اللي كان كلام ده اللي كنت عايز اسالك عليها ان بيرسي تاو اشتكى من الام في واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا وللاسف اصابته اكيد يعني ممكن تاثر بشكل او باخر على الفريق لان كمان مش هو لوحده مصاب عدد كبير من اللعيبه. فبيرسي تاو يعني اعتقد الكابتن سامي قمصان ممكن نستقبل الخبر ده بحزن شديد يا فاروق. يعني
بالفعل يا امير، كان خبر يعني صادم وحزين جدا لكل افراد الجهاز الفني، سواء مستر الكابتن سامي قمصان، الكابتن سيد عبد الحفيظ، كل افراد الجهاز الفني. ايضا ملامح الحزن كانت على بيرسي تاو، ايضا كان في قمه الحزن بعد علمه بالخبر. كان اللاعب اشتكى طبعا بالام، لكن الدكتور احمد ابو عبله تعامل مع الامر باجراء اشعه لبيرسي تاو لي يعني معرفه سبب الالام، فاتضح ان في مزق في العضله الاماميه يا امير. وخلينا اوضح لك نقطه مهمه، ان دي ليست الاصابه اللي كانت عند بيرسي تاو من قبل، يعني دي نقطة مهمة جدا يا أمير. يعني مش نفس القدم اللي كان فيها إصابة من قبل، ودي نقطة مهمة جدا. طبعا حالة من الحزن، طبعا انت بتفقد واحد من اللعيبة المهمة والمؤثرة زي بيرسي تاو في توقيت طبعا عندك غيابات لأكثر من لاعب، خاصة في مركز الجناح في النادي الأهلي. لكن يعني الروح اللي كانت عند بيرسي تاو وعند اللاعبين ان هم يعني برضو ان هم يعني قدروا ان هم يعني يخففوا شوية عن بيرسي تاو. ان شاء الله دكتور احمد ابو عبله قال يعني خلال شهر بإذن الله بيرسي تاو هيعود للتدريبات الجماعية. ايضا برضو يا امير هطمنك على كافة اللعيبة المصابين، سواء حمدي فتحي ان شاء الله يعني عقب مباراة السموحة القادمة، عقب مباراة سموحة بمشيئة الله يبدأ النادي الأهلي يستعيد أوراقه المهمة، أيمن أشرف، حمدي فتحي. إن شاء الله بعد مباراة الجونة إن شاء الله أحمد عبد القادر أيضا ينضم لفريق النادي الأهلي أيضا ويعود. تقدر تقول يا أميرة تقدر يعني تسترجع بعض اللاعبين والأوراق المهمة في الفترة الحالية. طبعا أنت عارف تلاحم حسين الشحات ان شاء الله يا امير هيكون جاهز باذن الله لمباراه السموحه باذن الله، يعني نقطه مهمه جدا برضو يا امير ان حسين الشحات ان شاء الله جاهز لمباراه سموحه هو عبد المنعم عقب هذا يعني عقب مباراه بيراميدز. بالظبط عبد المنعم شارك بالفعل يا محمد يا امير في التدريبات الاخيره للنادي الاهلي، لكن الجهاز الطبي طبعا انت بيفضل يدي وقت الراحه، لكن محمد عبد المنعم ان شاء الله يكون جاهز، واحد من العناصر هيكون موجوده في مباراه سموحه ايضا برفقه حسين الشحات. تقدر تقول يا امير انت عارف ضغط المباراه، انت بتلعب حد الاربع وبعد كده هتبقى مباراه الجونه ومباراه من المباريات المهمه جدا، لكن هتبدا تستعيد الاوراق المهمه ويعني تبدا ان انت يعني اللعيبه ترجع للعيب ورا الاخر، ان شاء الله يكونوا عوامل مؤثره مع فريق النادي الاهلي، لان المشوار صعب جدا امير، مشوار الدوري، مشوار كاس مصر، مشوار ان شاء الله يعني كل البطولات اللي فيها النادي الاهلي، ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا على قدر المسؤوليه باذن الله امير. لويس ميكيسوني، بما انك اتكلمت على المصابين يا فاروق، فبرضه ايه اخر التطورات بخصوص اصابه لويس ميكيسوني وموعد عودته يعني الملاعب؟ يعني تقدر برضو يا امير يعني تطرقنا لهذا الامر مع الدكتور احمد ابو عبله، ان شاء الله ايضا من العناصر اللي ممكن ترجع بعد مباراه الجونه، يعني تقدر تقول ميكيسوني من اسبوعين لثلاث اسابيع ان شاء الله يكون ايضا موجود في يعني في فريق النادي الاهلي ويشارك في التدريبات الجماعيه. برضو امير عايز اروح بيك للمعسكر الاخر، معسكر فريق بيراميدز، وننفرد برضو من خلالك بالتشكيل المتوقع لفريق بيراميدز. خليني اقول لك ان تاكيس جونياس كان بالامس ادى مران اخير على ملعب الدفاع الجوي، اتكلم على اللاعبين وكان حديثه مع اللاعبين لازم ان دي اسهل مباراه تستغل فيها الغيابات الموجوده على عند النادي الاهلي، اكد على هذا الامر وقال برضه ونبه على هذا الامر، قال للاعبين فرصه مهمه جدا، ولكن بدون يعني يكون في تهاون، ولكن حذاري من النادي الاهلي وحذر جدا ان اللعيبه ممكن تتاثر، لعيبه فريق بيراميدز غيابات النادي الاهلي، شدد على هذا الامر، قال فرصه مهمه جدا ان احنا نستغلها ولكن نكون في تركيزنا. اتكلم على خط هجوم النادي الاهلي ويعني فرض كلام عن محمد شريف وصلاح محسن بالتحديد، وقال ان هم اثنين من عناصر القوه الهجوميه للنادي الاهلي. ايضا اتكلم على دور محمد مجدي قفشه ودوره في صناعه اللعب، يعني ويعني بعض التعليمات لوليد الكارتي وايريك تراوري في تضييق المساحات على محمد مجدي قفشه. خليني اقول لك ان التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في هذا اللقاء يكون شريف اكرامي في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين علي جبر واسامه جلال، في اليمين احمد فتحي، في الشمال حسين السيد، اثنين في دايره المنتصف ايريك تراوري ووليد الكارتي. لو هيعمل تبديل يا امير مستر تاكيس جونياس هيكون نبيل دونجا مكان ايريك تراوري، هيكون قدامهم الثلاثه رمضان صبحي، عبد الله السعيد، اسلام عيسى، وفي الهجوم فخر الدين بن يوسف. ده التشكيل طبقا للتدريب، يعني رمضان جاهز كده يا فاروق، لان كان في اخبار طلعت ان رمضان تعرض لاصابه امبارح في المران الاخير، كده واضح ان هو جاهز للمباراه. باكد لك يا امير جاهزيه رمضان صبحي لهذه المباراه، اللي بيغيب بس تقدر تقول بعض العناصر المؤثره، يعني ابراهيم عادل، محمد حمدي، لاعب عمر جابر، ثلاث عناصر المهمين في الجانب الهجومي لفريق بيراميدز، لكن باكد لك يعني سلامه رمضان صبحي وجاهزيته لهذه المباراه.
تمام، انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي قال لنا كل التفاصيل الخاصه بالاهلي، والجميل فيه بصراحه كمان ان هو مش بيكتفي بس باخبار الاهلي، لا باخبار الفرق المنافسه اللي هتقابل الاهلي، فدي حاجه تحسب لفاروق المجتهد في الحقيقه. بشكره وشكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. هروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نواصل فقرات حلقتنا النهارده، يلا بينا.